في وقفة تضامنية مع المزارع الفلسطيني في قرية فرعون في طولكرم، شارك رئيس الوزراء ومحافظ طولكرم والعديد من الشخصيات في قطف الزيتون مع أهالي القرية في سبيل دعمهم والوقوف إلى جانبهم. في هذه المنطقة المحاذية للجدار والذي التهم حوالي ربعها هنا في هذه المزرعة بالذات، فيما أصبح تقليدا سنويا يبني على ما هو إرث وتراث فلسطيني أصيل النظام العوني إذا حبيت، التطوع، المبادرة للعمل مع الآخرين، العمل الجماعي، وخاصة في هذا الموسم بالذات فيما يمثل مع وقف التضامن مع المزارع الفلسطيني وخاصة مزارع الزيتون، لكل ما تمثل شجرة الزيتون لشعبنا الفلسطيني وخاصة في الأرياف كمصدر رزق، ولكن لما تمثله شجرة الزيتون لكل شعبنا الفلسطيني من رمزية خاصة. جئنا إلى هذه البلدة لنقول لهذا الفلاح، لهذا المزارع، أصمد، نحن معك، سنظل أوفياء لفلسطين، سنظل أوفياء لهذه الشجرة المباركة التي تشكل ولا زالت جزءا مهما من دخلنا القومي الفلسطيني، لنصمد على هذه الأرض رغم اعتداءات المستوطنين وما يفعله الاحتلال. شرائح كثيرة حضرت من أجل التضامن مع المزارعين ولإثبات أن السبيل الوحيد من أجل تحدي ممارسات الاحتلال اللا أخلاقية ضد الفلسطينيين. جيت أشارك في فعالية قطف مساعدة الناس في قطف الزيتون، تهي الأراضي في فرعون. إحنا نتمنى كمان إنه الناس اللي عندهم أراضي خلف الجدار يقدروا يوصلوا هاي الأراضي، إنه هاي الأراضي الحمد لله قريبة علينا ونقدر نوصلها، بس في ناس أراضيهم خلف الجدار ما بيقدروا يوصلوا لها. إحنا نتمنى إنهم يقدروا يوصلوا للأراضي اللي خلف الجدار ويقطفوا زيتون أو أراضيهم. جينا نقطف زيتون في أراضي فرعون، وإحنا بنحكي إنه يا ريت يكونوا الناس، يا ريت ينشال الجدار، وإنهم يكونوا الناس اللي في الداخل كمان يجوا يساعدونا وإحنا نروح نساعدهم في الداخل. ما يقارب 1,000,000 دونما من الأراضي الزراعية في فلسطين زرعت بأشجار الزيتون، فرغم محاولات قطعان المستوطنين في إحراق هذه الشجرة وإقامة جدار لولبي شائك من أجل حرمان وصول المزارع لأرضه، إلا أن هؤلاء المتضامنين وقفوا وقفة صمود وتحدي، رافعين العلم الفلسطيني أمام هذه المعيقات. بضع أمتار فقط هو ما يفصل هذا الجدار عن هذه الشجرة المباركة، إلا أنها تبقى ثابتة وراسخة رغم كل الانتهاكات التي يحاول الاحتلال من أجل اقتلاعها. وفاء زيدان، تلفزيون الفجر الجديد، طولكرم.